أخبار اليوم. مساء الخير. أنا النهاردة مبسوطة جدا أنا موجودة هنا أنا وأخواتي دعنا ومعي. مبسوطة إن أنا بشارك حتى في إحياء المبادرة الجديدة بين مستشفى إسم الدولي والجمعية المصرية لعلاج الصحة الإيجابية. أنا متأثر أوي بموضوع السرطان ده لأن أنا أبويا مات بالسرطان. فالموضوع مأثر بيا جدا. يمكن أنا واقفة دلوقتي لوحدة معرفش حاسة إن أنا عايزة أعيط. علشان عارفه قد ايه الورق ده بيوجع قوي ومؤلم جدا، وخاصه لما يكون في ابعاد لينا زي عدم قدره انجاب سواء الستات او الرجاله. ربنا قدرني ويقدر كل الفنانين والاعلاميين والصحفيين اللي بيساعدوا حتى بوجودهم بس في المكان ده عشان يشجع الناس ان احنا نقف جنبهم. وربنا يا رب يقدرنا كلنا على فعل الخير. تكلمينا عن الشعور الانساني وكفنانه وكشخصيه عامه النهارده وانت متواجده وبتدعمي هذه المبادره. انا بدعمها مبادره صغيره جدا، يعني لا حول ولا قوه بوجودي النهارده انا واخواتي، بس اتمنى تكون وجود مؤثر. يعني لمبادره عاملينها مستشفى ادم الدولي والجمعيه الخيريه لرعايه الناس الغير قادرين على الانجاب بسبب مرض السرطان، اللي هو للاسف كمان الابعاده الاوحش غير الوجع والألم اللي بعد في المريض ان هم بيوصلوا ما يقدروش ينجبوا. فان شاء الله تكون مبادره ناجحه، والسنه الجايه نشوف ناس تعالجت وبقى عندها قدره على الانجاب، ويقدرنا كده دايما على فعل الخير باذن الله. الاعلان اللي انت عملتيه انت واختك كان حاجه جميله جدا، حاله عكست الحاله الحقيقيه اللي بينكم كاخوات. كلمينا عن نجاحه وتوقعه، انت حكيتي لي قبل كده. لا ده جميل جدا. لا الاعلان ده بصراحه عمل لي فيدباك هايل وانا مبسوطه بيه جدا جدا جدا. والناس فين؟ انا كنت بين النجوم الجمال دول في وفكرته كانت جميلة قوي، وفعلا هي علاقتي بين مي وبيني كده، وانا صداع، هي صداع وانا صداع، يعني احنا صداع لبعض فعلا. مشاكسين على طول. جديد ايه ميسر الجديد عندك اللي بتحضري في الفترة الجاية؟ عندي مسلسل شطرنج الجزء الثاني ان شاء الله، وعندي مسلسل امير الليل مع رامي عياش برضو هبتدي الشهر الجاي باذن الله. كل التوفيق يا ميسر. الف الف مبروك. ربنا يخليكي. شكرا. ماي كلمينا النهارده عن التكريم اللي انت حصلتي عليه. انا سعيده جدا جدا بالتكريم ده النهارده، بالنسبه لي وسام على صدري وحاجه كبيره وحاجه ابتدى، وللتفاؤل والخير والامل وحاجات كتير قوي. دي اقل حاجه ان احنا نكون معاهم في يوم زي ده. انا ام وعارفه يعني ايه الامومه، حاجه مهمه جدا. بقول لهم انه كل يوم في حاجه حلوه، طول ما احنا متفائلين ربنا يكرمنا. واتمنى ان شاء الله ان زي ما زمايلي قالوا ان السنه الجايه نيجي بقى نشوف اللي حصل والنتيجه ان شاء الله. تكلمينا عن دورك، انت ظهرتي السنه دي كان ما شاء الله ليكي تواجد فني كتير قوي حلو، وكان في دور ان انت شراني. ايه رايك في دور الشر وانت شايفه ان انت ملامحك؟ اكيد دوري يعني السؤال ايه رايي في دور الشر، اكيد مش هبقى حباه، يعني ما فيش حد بيحب الشر، كلنا بنحب الخير. بس احنا اكيد كنا من خلال مسلسل ولي عهد عايزين نقول ان شاهيناز دي لازم تنقرض من الحياه، الشخصيه الشريره الحقوده دي لازم تنقرض، وشفنا نهايتها كانت ايه. بس انا سعيده ان انا قدمت دور الشر، ان مش دايما الفنان لازم يقدم على طول الطيب والغلبان، لا لازم تقدمي ادوار برضو تكون مختلفه عنك. انت بتوصلي رساله من خلال اللي انت بتقدميه، فلازم دايما تبقي انت مختلفه ومتجدده وبتقدمي. وانا عن نفسي يعني كممثله اقدم كل الادوار، الخير والشر، والشر بطريقه مختلفه والخير بطريقه مختلفه، عشان نبقى وصلنا مواضيع مختلفه في الحياه. احنا المفروض ان ندي شهاده التكريم للمبادره، فانا بهدي شهاده التكريم بتاعتي للمبادره الكريمه، لانه بجد حاجه مهمه قوي اللي احنا سمعناها النهارده، تدي امل كبير للناس. عايزه اقول ان موضوع السرطان يعني موضوع مخيف جدا بالنسبه لنا، ان احنا نكتشف انه في امل كمان بالانجاب، فدي حاجه رائعه. وواضح انه العالم سمعنا في حوالي 17 سنة أو رقم من الدكاترة تفضلوا بيه، بس كويس إن إحنا بدأنا نلحق العالم ونهتم بال يعني بالخدمة الطبية دي.
ميرسي جدا، وانا بهديكم التكريم للمبادره. شكرا. النجمه عبير صبري، الف الف مبروك على التكريم، ومش ده جديد عليك التكريم. تكلمينا النهارده التكريم بيمثل لحضرتك ايه؟ شكرا. هو انا مش جاي عشان التكريم لكن انا جاي اشارك في المبادره، وجاي انا شخصيا اتعلم وافهم وانقل للناس ازاي العلم اتطور، وازاي في تجربه بتطبق في مصر لاول مره في مصر والشرق الاوسط، كانت مطبقه عالميا في فرنسا وانجلترا ودلوقتي بتطبق في مصر. فده كان الهدف اصلا من وجودي. انا دعيت من المؤتمر كسفيره للمبادره، فانا جاي استفيد مش جاي اتكرم. انا وجودي هنا هو ده تكريم ليا يعني في كل الاحوال، مش عشان يعني هو ادبيا انت انه الناس تهتم انك انت تكوني سفيره للحمله بتاعتهم او وجه للحمله بتاعتهم، ده شيء يهمني جدا ويشرفني ويسعدني. الاهم بقى ان انا سمعت معلومات طبيه هامه جدا، واعتقد ان احنا لو نقلناها للناس بصوره سليمه ده هيبقى شيء كويس قوي، تغيير ثقافه المجتمع تجاه صحته العامه، تجاه الكشف المبكر دايما عن اي مرض على فكره، مش كانسر بس. فكره ان انت تروحي تعملي تشيك اب كل فتره دي مش رفاهيه ولا حاجه دلع علينا، دي حاجه المفروض كلنا نعملها، وده ابسط حق لكل واحد فينا على نفسه، يعني ان هو يكشف على نفسه كل فتره ويتاكد ان هو سليم وخالي من اي شيء، عشان لا قدر الله لو تعرض لاي حاجه يبقى سرعه يعني النجاه او الشفاء منها مبكر زي ما الدكاتره تفضلوا وقالوا. يعني الانتخابات البرلمانيه والحدث المقبل شايفاها ازاي وانت كمصريه وفنانه؟ شايفاها ازاي؟ شايفاها خطوة، يعني خطوة جديدة تضاف الى نضج الشعب المصري، وانه هو بيشترك في كل حاجة في صنع قراراته في بلده، ودي حاجة كويسة جدا. وبيتم فرز يمكن في مجلس الشعب تحديدا ده بيتم فرز ناس كتير واكتشاف ناس كتير، وانه الشعب اكيد هيلفظ ناس كتير. وبقول للإعلام يمكن انه ما تبلغوش قوي في انه النماذج اللي هي اللي انتوا عارفين انها مش هتنجح وان الناس مش هتنتخبها، ما تبلغوش قوي انكم تظهروها للناس، لانه دي انتوا فاهمين كويس ان دي مجرد فرقعات يعني، وانه اكيد الشعب هيعرف يختار اللي يمثله كويس. نسوان قادره، وكلمه اخيره انا بقول لنا نسوان قادره ان شاء الله تم تصويره بعد العيد ان شاء الله. طبعا شرف كبير جدا لينا كلنا ان احنا نشارك ونبقى موجودين في المبادره، وان يعني نتمنى باذن الله ان السنه الجايه والسنه اللي بعديها نكون بنحتفل بان احنا حققنا اهداف المبادره، وان الناس اللي كانوا عندهم مشاكل وربنا اراد ان هم يبقى عندهم مرض السرطان ان هم يقدروا يخلفوا ويقدروا يستمتعوا ربنا سبحانه وتعالى المال والبنوز في هذه الدنيا. فهم كمان حاملين الام كتير جدا في مرضهم، فيعني كمان دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان الطب تقدم لدرجه ان هم يقدروا يخلفوا يعني ويستمتعوا بنعمه الابوه او الامومه. ان شاء الله عايزين نبقى نحتفل معاكم باذن الله بان نجحنا في ان الحاجات الجديده كمان مش بس تجميل، لا كمان ان احنا الانسجه اللي بتتاخد بتعمل نتيجه، وان كل الناس يبقى عندهم ولاد ويستمتعوا بنعم ربنا سبحانه وتعالى. ميرسي ليكم، ميرسي على حضرتك صاحب المبادرة لعلاج مرض السرطان والعقم والخصوبة. حضرتك تكلمنا النهاردة عن هذه المبادرة وعن كيفية تم العلاج لاكتشاف هذا المرض اللي كانت بيسبب أرق لناس كتير. الحقيقة المبادرة دي أنا نفسي أعملها من زمان لأن في خلال سنوات العمل اللي أنا قضيتها في مصر الـ 25 سنة اللي فاتوا بيجيل المرضى وهم ما عندهمش حملات منوية نتيجة علاج كيماوي أو سرطاني، والمريض ما يعرفش ان هو كان ممكن يحتفظ بحيوانات مجمدة، الدكتور بتاعه ما قالوش، ما عندوش مصدر للمعلومة دي ما يعرفش، وبعدين يجي لي فابتدي بقى اعمل له تحليل واثنين وثلاثة مش لاقي حيوانات، اضطر افتح الخصية ادور فيها على حيوانات مش لاقي حيوانات منوية، وما عنديش حل لهذا المريض. طب ليه من الاول هذا المريض ما احتفظش بعينة مجمدة؟ هو ما احتفظش عشان ما حدش قال له. طب ليه ما حدش قال له؟
عشان هو ما يعرفش وعشان الدكتور بتاعه ما قالوش. المبادرة هدفها بقى ان احنا نفهم المريض ونفهم الدكتور بتاعه علشان نمسك الموضوع من ناحيتين. لو الدكتور ما قالش المريض فالمريض ينبهه فيوجهه، او المريض لو مش عارف فالدكتور بتاعه عارف فيوجهه. فهي حملة موجهة للمتخصص والغير المتخصص. املي طبعا ان احنا خلال هذا السنة نغير المفاهيم في مصر، ونبقى اول ما مريض السرطان يعرف انه هيبتدي يتعالج من السرطان يروح يحتفظ بحقنات منوية، لو راجل، لو ست تروح تحتفظ ببويضات، لو متجوزين يحتفظوا بأجنة، لكن ما يبتدوش العلاج قبل ما ناخد هذه الخطوة. لو احنا في خلال السنة دي قدرنا نحقق هذا الأمل يبقى احنا عملنا خطوة إيجابية جدا جدا في مجتمعنا، لأن استمرار هذا الوضع بهذه الطريقة يعني محزن جدا للمريض المصري. وبعدين يعني في أوروبا وأمريكا من زمان الموضوع ده يعني 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 واضح للناس، واضح للهيئات العلمية. فهي مجرد توعية ومجرد تفهيم الناس ان ده شيء لابد يكون أساسي في برنامج العلاج للمريض للسرطان. شايف يا دكتور حضرتك قد ايه نسبة الاستجابة؟ وهنا في مصر برضو عذرا زي ما حضرتك قلت لسه فكرة الرجل الشرقي بالنسبة للمواضيع اللي بتبقى الحساسة دي الثقافة مش زي أوروبا، يعني حضرتك برضو كلمنا في النقطة دي. هي طبعا الثقافة مش زي أوروبا، وده دورنا احنا يعني دوركم كعالميين، واحنا دورنا كدكاترة ان احنا نشارك في الثقافة المجتمعية. هي مجرد المعلومة وصلت، حتى لو الرجل رجل شرقي لا هو وما اتجوزش، لا هو هيبقى مهتم جدا ان هو يحتفظ بحقنات منويه مجمده، انه مدرك يعني قد كده في يعني ان 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 راجل ومراته يجيب طفل ويخلف بعد كده. ده شيء يعني ده حلم اي انسان، اي حلم انسان انه يبقى عنده ابن او بنت ويبقى اب. وبالتالي انا لا اتوقع ان 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 هذه المبادره هتجد صعوبه ان الناس تتبناها او تقتنع بها، حتى يعني باي عقليه ممكن تكون. يعني دكتور بعد هذه الخطوه المبشره الخير لناس كتير، شايف المستقبل لهذا الموضوع فيما بعد ايه تاني ممكن يعني العلم يوصل ليه في هذا الموضوع؟ الحقيقه العلم ما بينتهيش، ودايما في تحديات كبيره. التحدي في موضوع مرضى سرطان هو بالنسبه للاطفال. الطفل الصغير ما عندوش حيوانات منويه يحتفظ بيها مجمده، عنده خصيه لا تنتج حيوانات منويه، عنده خصيه فيها الخلايا الجذعيه خلايا الام. في أوروبا وأمريكا بياخدوا الأنسجة دي وبيحتفظوا بيها مجمدة، لكن هم مش عارفين بعد كام سنة هيقدروا يستفيدوا بيها وهيستفيدوا بيها إزاي. لكن دي بداية، وبالتالي الأمل إن في المستقبل إن ممكن هذه الأنسجة اللي اتاخدت من الأطفال إنها تتزرع وتطلع حيوانات منوية في المستقبل. ودايما في الطب أي حاجة بتبدو الأول فكرة أو حلم وبعدين بتتحقق. يعني إحنا زمان ما كناش نتخيل إن إحنا ممكن ناخد حيوان منوي ونحقنه جوه البوضة يعمل جنين. ما حدش، ومش من زمان قوي يعني، ده من زمان قريب حتى او اثناء دراستي الطب اول ما ابتديت اشتغل لسنين كان كلام يعني لا يصدقه عقل. لا ده احنا دلوقتي بنتكلم عن حيوانات منويه مجمده واجنه مجمده وبويضات مجمده. في زمن قصير الطب عمل طفرات كبيره، ومتوقع يعمل طفرات اسرع في المستقبل الجاي، لان النهارده نقل المعلومه والتواصل العلمي بقى سهل. الخبر بيتحركوا واحنا بنتحرك، ما بقى يعني ما بقيناش كل واحد قاعد مع نفسه، لا الدنيا مفتوحه دلوقتي. دكتور احنا بنهني حضرتك على اطلاق هذه المبادره، ومزير ان شاء الله من اطلاقات المبادره في تقدم الطب ان شاء الله. شكرا لاهتمامكم بالمبادره دي ودعمكم ليها.